Chapter 16 C Program Development Tools. في هذا الشابتر رح نتعلم كيف ممكن أخلي الشيل تنفذ برنامج مكتوب في لغة السي، عشان هيك اسمه C Program Development Tool. ليش لغة السي؟ اليونكس سيستم أصلاً is written by C language، فممكن نعمل large programming projects using C language. رح نشوف كيف أنا عن طريق الشيل رح أحول الفايل اللي مكتوب بالC language لexecutable file، يعني قابل للتنفيذ فورا. نلقي نظرة سريعة عن كيف البروغرامينج languages لما إحنا نكتب فيها برامج وبنفذها فعليا الهاردوير كيف بفهمها. هلا بصير أكتر من ستيب لتصل للغة اللي بفهمها الهاردوير، لأنه كلنا بنعرف إن الهاردوير ما بفهم إلا لغة الزيرو ون اللي هي الباينري لانجوج. إحنا عادة بنكتب بالهاي ليفل لانجوجز مثل السي وسي بلس بلس وغيرها. أول مرحلة إنه البرامج المكتوبة بالهاي ليفل لانجوجز تتحول للأسمبلي لانجوج اللي هي الانستركشنز، بعدين للمشين language عشان يقدر الهاردوير ينفذها فورا. هلا الفورث جينيريشن هي اللغات اللي فيها مثل الجرافيك يوزر انترفيس. هلا طبعا ليش بلشت هاي اللغات؟ لانها اسهل للكتابه فيها، جدا صعب اكتب انا بالباينري، وبعدين بتقل الصعوبه اني اكتب بالاسمبلي، بس بعدها بتضلها اصعب من اني اكتب انا بلغات الهاي ليفل لانجوج اللي هي بتشبه السبوكن لانجوج. لكن لما البرامج تصير على هيئة باينريز بتكون أسرع للتنفيذ. فرح نشوف كيف أنا رح أحول الهاي ليفل لانجوج لأسمبلي وبعدين لباينري، وفعلياً الإكسيكيوتابل فايلز هي الفايل اللي مكتوب بلغة المشين لانجوج. أي سورس كود مكتوب بالهاي ليفل لانجوج بروح للكمبايلر اللي بحوله لأسمبلي كود، ومنه للأسمبلر اللي بحوله للأوبجكت كود. هلأ هون الأوبجكت كود بيكون مكتوب بلغة بتفهمها المشين، بس ما بقدر فوراً السي بي يو ينفذه لأنه بيكون لسه incomplete، فبعدين لازم ينربط مع اللايبريز اللي هي بتحتوي على الفونكشنز الكودز تعون الفونكشن، عشان يصير عندي executable كود جاهز فورا للتنفيذ. احنا من الهاي ليفل رح نركز على السي. السي هي اللغة الام للسي بلس بلس، فانت قاطع منيح في السي بلس بلس. لغة السي ما رح تختلف الا باشياء جدا بسيطة. فلما يكون عندي انا بروجرام مكتوب بالسي لانجوج، اول خطوة بتكون انه البري بروسيسور اللي هو بيهتم بالجمل اللي بتبدأ بالهاش انكلود بحولها لفورم ينفهم للكمبايلر. بعدين بيجي الكمبايلر بحوله لأسمبلي كود اللي هو الانستركشنز، بعدين الأسمبلر بحوله للأوبجكت كود يعني مكتوب بلغة يفهمها المشين، بتروح لللينكر اللي من مسؤوليته يعمل لينكينج للأوبجكت كود مع كل اللايبراريز اللي بتحتوي كل الفونكشن الموجودة بهاي اللغة عشان يصير عندي executable code. احنا exactly رح نشوف كيف عالشل الكوماندز اللي بتمشي لي بهاي الستيبس. خلينا نشوف اول برنامج بسيط في السي لانجوج. السي بلس بلس اوريدي هي اصلا developed من السي، فكل الامور اللي انتو بتعرفوها بالسي بلس بلس نفسها رح تستخدموها بفروق جدا بسيطة. فبتمنى انه تعملوا ريفيو لشابتر 15 من الكتاب اللي بوضح لك كل الفروق اللي بين السي والسي بلس بلس. مثلا عندي اللايبراري الام هي الاستديو، المين ما بيكون void لازم يكون انتجر. مثلا ما في سي اوت في البرنت اف، ما في سي ان في بدالها سكان اف. اما البوينترز والستركتشرز declaring الـ variables الـ data types الـ arrays الـ selection structures اللي هم الـ if و else و switch الـ looping اللي هم for و while
كلهم هدول نفس الشيء طلاب في السي زي ما بتعرفوهم بالسي بلس بلس. احنا في هذا الشابتر الغاية انه انت تصير تكتب على اديتر كود بالسي لانجويج وبعدين عن طريق الشيل تعمل له كومبايليشن ورن. فمثلا هذا البرنامج البسيط بس بيطبع جملة هلو وورد. أول مرحلة رح نكتب برنامج بلغة السي مثل هيك خلينا نحكي على أي إديتور. هلأ هذا الفايل لو سميناه مثلا hello.c، هلأ ال.c extension هذا يعتبر جزء من اسم الفايل بس إحنا رح نسميهم .c عشان نصير نميز برامجنا المكتوبة بلغة السي. رح نعمل له compiling والcompile رح يحول الفايل اللي من .c ل .org. طبعا انتبهوا لما نقول بيحول يعني بعمل create لفايل جديد اسمه hello.o، هذا الأصلي أو السورس كود بنحكي له بضل. الhello.o هذا بنحكي له object file يعني مكتوب بالماشين لانجوج. اللينكر بيربطه مع كل اللايبرز اللي بيحتاجها عشان يعمل create للexecutable file. هذا الexecutable صار جاهز للتنفيذ، يعني انت مجرد ما تستدعي باسمه رح يعطيك الريزلت اللي له او يعني رح يتنفذ. انتبهوا انه كيف الاكسكيوتابل مثلا صار هون اسمه هلو، فانت مجرد ما تكتب على الشيل هلو رح يعطيك تنفيذه زي بالضبط الكوماند احنا كنا نكتب اسمها واذا لها ارجومنت طبعا او لا وتتنفذ. وهذا اللي رح نعمله انه احنا رح نعمل شيء مثل الكوماند بس هم executables احنا كاتبينهم. الخطوة الاولى للcompilation انه تستخدم الGCC وهذا اللي رح يعمل create للobject code. هلأ GCC مع الoption C وبتعطيه اسم source file يعني اللي مكتوب بلغة السي. هون رح يعمل عملية الcompiling. كلنا بنعرف انه الcompiling بيشوف اذا ما عندك اي أخطاء في هاي اللغة اللي هم syntax errors. إذا كان السورس كود فعلا خالي من الأخطاء رح ينتج عندك الأوبجكت فايل. تاخد الأوبجكت فايل تعمل له GCC مع الأوبشن O عشان ينتج لك الإكسيكيوتابل. هلأ هون أنت عندك two options. إذا حددت مثل هيك اسم الإكسيكيوتابل فرح يسميه زي ما أنت محدده. إذا استغنيت عن الاسم حيعطيك الديفولت نيم اللي هو a.out وبصير a.out او هون الهلو اكسكيوتابل فايلز جاهز انه مجرد ما تكتب اسمه على الشيل ينفذ لك اياه. ممكن ادمج انا الخطوتين عن طريق الGCC مع الاوبشن او فورا. هذا رح يعمل الكومبايلينج واللينكينج مع بعض. هلا في بعض options اللي ممكن نستخدمها مع الGCC مثل الجي هذا وهو ينفذ بسمح لك بالديبوجينج اللي هي تعمل زي step by step للرن. وممكن كمان نستخدم ال option اذا انت في library external بدك كمان تربطها مع البرنامج.